فكرة المشروع تولدت من وحي، يعني معاناة، مقعد الآن بعد الإصابة، فاحتاج إنه يروح على طبيب الأسنان، وإحنا عارفين إن أطباء الأسنان في البلاد عنا كلهم في طابق العلوية. الناس في أوقات متأخرة بتتعالج مثلاً وجع الأسنان، يعني صعب، فبتروح على الأطباء الأسنان على بيوتها، والأطباء ما بيقدروا يعملوا لهم إشي، لكن مع وجود الموبايل دنتال راح يقدروا يعالجوهم في أي وقت وفي أي مكان. هلأ هاي الفكرة للحالات الخاصة حتريحنا بشكل كبير، لأنه إحنا مرات بتجيك حالة كبار السن، حالات أمراض خاصة.